ورحمة الله وبركاته يا جماعة، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم ان شاء الله في حاجة كل الناس بتسأل عليها ومش كل الناس بيتكلموا عليها. هي حاجة مختلفة شوية عن كل اللي احنا بنتكلم عليه بقالنا فترة. احنا بقالنا اكتر من 4 شهور بنتكلم على حاجات ازاي تيجي بيها امريكا، ولو انت في اي بلد ازاي تعمل ايه، وازاي تحسن موقفك، وازاي تعمل وازاي تعمل، وحاجات كلها كيفية التعامل معاها زي السكن والشغل والحاجات دي كلها. يعني لو هتعمل تأمين، لو هتعمل مش عارف ايه، لو عايز تشتري عربية، لو عايز تطلع رخصة، لو عايز مش عارف ايه، الحاجات اللي ممكن تعملها، الحاجات اللي مالهاش تعملها، حاجات كتيرة جدا يعني. لكن النهاردة انا هتكلم معاك في حاجة غالبا الناس بتسأل عليها لكن ما حدش بيتكلم عليها، هو الجو في امريكا عامة. جو امريكا، تقعد في انهي ولاية، هل الجو ده فعلا حاجة مشكلة ولا لا؟ هتكلم معاك وازاي الدنيا ساقعة فعلا زي ما بيقولوا ولا لا، والدنيا ماشية ازاي والكلام ده كله. ولكن قبل ما اخش في الموضوع ده ان شاء الله، لو انت حاسس ان انت عندك سؤال انا ما جاوبتش عليه، معلش اتعب معايا شويه. في 600 فيديو عن السفر، خش اراهنك انك هتلاقي الاجابه بتاعت سؤالك ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات دي. ولو ما لقيتش هتلاقي انت يعني ما تدورش في القديم قوي. ليه؟ لان انا بجددهم كل فتره عشان لو في حاجه اتغيرت. لكن لو في حاجه انا ما عدلتش عليها او ما نزلتش ليها فيديو تاني، يعني ممكن تلاقي مثلا فيديو عن السكن من حوالي 4 سنين، وهتلاقي فيديو عن السكن مثلا من خلال شهرين فاتوا، فاهم؟ فانت تقضيت معايا، شوف الحاجه وشوف الاختلاف فين، وتعرف ان في ابديت اتعمل. تمام، جميل قوي. قبل ما اخش برضو على الموضوع احنا جايين نتكلم عليه الاساسي، يعني موضوع اللجوء. يا جماعه اللجوء مهم جدا انك انت تبقى عارف ان في حاجات المحامين مش هيعرفوا يقولوها. في ناس تانية بقى فري سبيتش، بتتكلم براحتها خالص من غير مشاكل خالص، محدش عايز يعمل لها مشاكل، بيقولوا ان مثلا انت مش محتاج حاجه خالص تعملها علشان تعرف تعدل وضعك وعشان تعرف تعمل الكلام ده. انا شخصيا لو دخلت عندي في الفيديوز اللي عندي هتلاقي فيديوز كتير جدا بقول لك ازاي تمشي فيها اجراءات اللجوء بتاعتك، تمام؟ ولكن لما انت يبقى عليك يعني عليك سبوت مثلا، ففي حاجات ما ينفعش تقولها، فانت خليك سامع معايا. افهم انا عايز اقول لك ايه، ما تركزش في الكلام وبس، في كده ايه اندرلاينز انت تبقى انت فاهمها. فكل اللي اقدر اقوله لك انك تعالى وتوكل على الله، امشي في قضيه لجوءك وربنا هيكرمك ان شاء الله. وفي في الديسكريبشن برضه اسم محامي كويس ورقم راح احطه لكم، لو انت حابب تتعامل معاه اتفضل كويس، وهيسهل عليك الدنيا شويه. فده حطها يعني موضوع اللجوء ده، يعني اقفله على كده، ما تسمعش كلام كتير بقى، اقفله على كده. ان شاء الله تيجي وهتعمله وكل حاجه هتتم على خير، بس اقفله على كده. الجو بقى يا سيدي، بص يا سيدي، عشان ناس كده جدا بتهلك كتير في الموضوع ده، فانا برضه ايه عايز اوضح حاجتين. عشان في ناس وهي جايه من مصر بتشيل معاها شيله غريبه جدا انا ما بفهمهاش. خليك عارف ان الهدوم واللبس رخيص، فانت لما تشتغل ان شاء الله تلبس اللي انت عايزه وهتشتري اللي انت عايزه وكل الكلام ده. فانت الوقت اللي انت نازل فيه ان شاء الله، يعني مثلا انت سي انت نازل دلوقتي فتقول لي الجو حر ولا ساقع، انا اقول لك ان دلوقتي الجو حر، فما تجيش معاك بقى ايه 4-5 جواكت ومش عارف 80 بنطلون جينز، لا تيشرتاتك وتيشرتاتك وجاكيت في النص كده عشان لو دايس قاعد بالليل في اي لحظه. ويعني دايما بقول لك ايه، حاول تخلي معاك حاجه ويتر بروف عشان دايما يعني اول اما تيجي انا اشتري شمسيه وخلاص، يعني عشان ساعات هي لما بتبقى حر قوي بتقلب بمطر، فانت لازم تتعامل. الجو في امريكا يا جماعه بالعموم ملهوش ملكه، يعني النهارده حر بكره مطر بعده صني بعده كلاود، فاهم؟ يعني ملوش ملكه، مفيش حاجه هتمشي على طول حرفيا يعني. السويتش لما بتيجي الحته بتاعت من الصيف للشتاء بتبتدي الدنيا مقلوبه، بتلاقي مثلا 3 ايام حر وبعد كده الدنيا بتمطر، فانت لازم تفهم ان هي دي طبيعه الحياه هنا. فالحر الغالب دلوقتي، فانت تجي معاك حاجات الحر بس. بعد كده ان شاء الله لما الشتاء يخش انت كده كده هتشتغل ان شاء الله، وكلمتكم في الشغل 100,000 مره، لما تشتغل ان شاء الله بفلوس قبضك ايجارك وشي شويه لبس واعمل اللي انت عايزه كله اللي انت عايزه كله. انا عايز اقول لك الناس اللي عايشه هنا، حتى لما تبقى طالعه سفريه مثلا بره، يعني نفترض مثلا انا واحد مسافر المكسيك مثلا، يعني فانا سافرت المكسيك وبشتري اللبس بتاعي من هناك، انت متخيل انا بقول لك ايه؟ انا عارف ان الكلام ده صعب ان انت تاخد دي او تعمله، بس صدقني دي حاجه كويسه جدا لو عملتها، هتوفر عليك بقى بهدله الشير والحط وكل الكلام ده، وهتوفر عليك بقى اوبر وبتاع، ممكن تاخد المترو عادي جدا بشنطه واحده وخلاص، فبرضه هتوفر فلوس، والفلوس انت توفرها دي اشتري بيها هدوم وخلاص، فاهم قصدي؟ الفلوس هنا يا جماعه مش الفلوس، يعني الهدوم هنا مش غاليه، تمام؟ فيعني توكلوا على الله في الحته دي، ما تقلقوش منها. الجو زي ما قلت لكم في زي مصر بالظبط، لما بتسقع بتبقى ساقعه، ولما بتبقى حر بتبقى حر، ومفيش حاجه اسمها ساقعه بقى موت يا ربنا يبعدنا، لا لا لا.
مفيش حد هنا هيموت من السقعه، احنا هنتعامل عادي جدا، هتلبس تيشرتين، هتلبس تيشرتين وجاكيت عادي جدا يعني. فصيف وشتاء الوقتين كويسين، ده ليه عيوبه ومميزاته، ده عيوبه ومميزاته. فما تقلقش من فكره السقعه، انت مش قاعد في الاسكا، ولكن حتى الاسكا فيها اللبس بتاعها وفيها الحاجات اللي هتخليك تبقى يعني على سنجة 10 زي ما بنقول يعني، فاهم؟ الناس اللي عايشه في روسيا مثلا في موسكو ما بتتموتش عادي، ساقعه جدا وعندهم اللبس بتاعهم وكل الكلام ده. فما تقلقش، ساقعه عادي جدا هتعدي، والحر برضه عادي جدا هيعدي. اهم حاجه تعرف انت في انهي فصل دلوقتي، ولما تيجي مسافر ما تشيلش شيله كبيره جدا، وفر. لما تيجي تشتغل واشتري الهدوم اللي انت عايزها، هتشتريها والله بكل بساطه. ممكن تطلع على برلينجتون، او تطلع على مارشال، او تطلع على اي حاجه، الحاجات دي كلها بتبيع حاجات اوتلت يعني، فاهم؟ او ميسيز اوتلت، باكستيج، في حاجات كتيره جدا يعني. ولكن الهدوم رخيصه مش غاليه يعني، حتى ممكن تشتري كمان بقى على اونلاين والكلام ده كله يعني. بس ده بالنسبه للجو، تمام؟ فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك الجو برد قوي، والبلد هنا صعبه جدا، مش هتعرف تعيش، ربنا يبعدنا عنك الجو ومش عارف ايه. لا لا، الكلام ده ما تسمعوش، ارميه ورا ظهرك وحط في بطنك بطيخ صيفي وتعالى كلها هنا في الصيف، وما يخش الشتاء بقى ان شاء الله اضرب عاد سعادي جدا. فتمام، ده كان ملحوظه بسيطه جدا عن الجو في امريكا، عشان برضه تبقى انت مستوعب الكلام ماشي ازاي. ولو عندك اي سؤال على امريكا عامه، انت هتلاقي اجابته في الفيديوهات يعني، سكن بقى، ايجار شقه، مش عارف ايه، كل حاجه ليها علاقه بامريكا غالبا انا مجهزها لك في حاجه اسمها يوتيوب يعني. فانت لما تخش ان شاء الله هتبقى عندك كل الداتا اللي انت محتاجها لما تيجي هنا باذن الله يعني. بس لو انت بقى عندك اي سؤال ممكن تساله ان شاء الله. كلمة أخيرة للناس اللي على الجروب، أنا الفترة دي مش موجود بالطريقة المعتادة شوية، بس سامحوني أنا برد على الناس على البرايفت والله، والناس اللي على البرايفت هي أكتر ناس بتشهد بده، ولكن الناس اللي على الجروب أنا مقصر شوية، معلش، لأن أنا لما برد على البرايفت مبيبقاش عندي وقت هنا، لأن أنا مش المفروض أرد على البرايفت، المفروض إحنا عاملين جروب بنرد عليه وبنتكلم مع بعض وبنستشير بعض، بس ما شاء الله يعني كل ده موجود، والناس بسم الله ما شاء الله بتتكلم كلها وبتقول كلام كويس وكل حاجة، ولكن يعني أنا دايماً بقول الرأي لو في حاجة فيها رأي دي خليها لنفسك. احنا ما بنتكلمش غير على حقائق وحاجات على ارض الواقع، لان في حد ممكن يقول رايه يخلي حد يفكر تفكير مختلف غير ان هو كان مرتب له. فبلاش يا جماعه، عشان ما تعملش لخبطه في دماغ اخوك، فاهم قصدي؟ دي حاجه مهمه جدا والله عظيم، حاول تفهمها وتستوعبها. الساعه عادي جدا تتعامل معاها، البلد كويسه وهتعرف تعيش فيها وهتعرف يبقى عندك فيها مستقبل، هتتعب شويه، هتسعى وهترضى باللي ربنا قسمه لك، وهتتعب شويه في الشغل وتتعب شويه في كل حاجه مجهودك، بس في الاخر ربنا مش هيضيع مجهود حد بيسعى ابدا. فصدقني ان شاء الله بمجرد انك تيجي هنا وتسعى، ربنا هيكرمك وهتعمل فلوس وهيتعمل مستقبل وهتشتري احسن شقه وهتعمل كل اللي انت عايزه. الشقه دي مش هنا، تبقى في المكان اللي انت فيه يعني، اللي انت جاي منه يعني، لو انت حابب. وهتعمل فلوس. لو عايز تشتري هنا برضو في ناس بتعمل مورجج يعني، موضوع مش صعب ان في ناس بتشتري هنا، بتعمل داون بيمنت وبتقعد في المكان اللي هي اشتريته وبتاجر، بتدفع فلوس ايجاره دي ولحد ما البيت بيبقى بتاعها يعني. بس اشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد باذن الله، ويا رب تكونوا استفدتم حتى لو معلومه بسيطه جدا كده، عشان لو انت مسافر ان شاء الله تكون جهزت، ولو استفدت في الفيديوهات اللي قبل دي فادعي لي. واشوفكم على خير في فيديو جديد معايا ان شاء الله. معلش انا باين عليا تعبان شويه، ولكن والله انا الواحد عنده مشاكل كتير، حاجات كتير جدا دخلت في بعضها. فالناس اللي على الجروب سامحوني، الناس اللي عملت اشتراك على الانستجرام ولسه ما دخلتش ايه الجروب، فلو سمحت يا جماعه الصبر، الصبر، علشان في ناس هي اللي بتعمل ده، واحنا في اول الشهر دايما بيبقى في ناس طالعه وفي ناس داخله في حوارات. انا عارف ان بقالنا اسبوع من اول الشهر، فان شاء الله باذنك يا رب يعني بكره ولا بعد بالكتير يعني هتلاقي في رساله بعتت لك بكود وبعتها على الواتساب، وان شاء الله هتكون دخلت الجروب باذن الله. واي حد انا لسه ما ردتش عليه، او اي حد بعت لي رساله انا ما شفتهاش، فسامحوني يا جماعه، انا والله العظيم حرفيا برد على 300 واحد كل يوم، لحد ما انا خلاص ما بقاش عندي وقت لنفسي ولا للشغل ولا ان انا اعمل اي حاجه لنفسي. فده ما ينفعش، ولا انت ترضيه لنفسك ولا ترضيه لي، انا عارف ومتاكد، وانك بتتفرج على الفيديو ده فانت عارف انا بعمل ايه في الدنيا ومع مين. ف معلش سامحوني، واشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد. لو عندك سؤال ممكن تساله في الكومنتس تحت، لو عايز تخش على الواتساب جروب ممكن تعمل سبسكرايب على الانستجرام عندي نفس الاسم فوق، بس لازقين في بعض. وبس اشوفكم على خير في فيديو جديد، وده كان نبذه بسيطه عن الجو في امريكا، عشان الجو نار دلوقتي. اشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد باذن الله. صباح الفل، السلام عليكم.